الذي هدانا وينك لخدمة فاطمة لخدمة سمعني الحمد لله الذي لخدمة فاطمة لخدمة واجب واجب على كل الخدم لمن يصلون الفجر بعد الركعتين الفرض عشرة ركع مية شكر مشكور يا رب العرش تشرفتني بهالأمر خليت نخدم فاطمة وخادم أخلص العمر خليت نخدم فاطمة وخادم أخلص أهكن خادم العايش ملك زمانه وجفوفه لاطمة وجفوفه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة لخدمة سمعني في دول صوتك ندريها مو سهلة ترى هذا اللي يخدم حضرتك إلا يوافق لعلي خاطر يصير بخدمتك إلا يوافق لعلي خاطر يصير بخدمتك حتى اللي يكتب لك شعر لمن يوضح قصتك حيدر يدقق الحرف يلا تروح المنبر تتعالى أصوات البكاء والقصائد التي ترثي الزهراء سلام الله عليها في هذا اليوم المؤلم على قلب مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحج المنتظر وعلى قلوب جميع المحبين والموالين إلى بيت محمد عليهم الصلاة والسلام في ذكرى شهادة السيدة الزهراء والتشيع الرمزي في الناصرية سوق الشيوخ وموكب شهيد الجمعة ونحن معكم الآن مشاهدينا الكرام نلتقي مع هذا الجمع النسوي الوافد لتأدية التشيع الرمزي للزهراء فابقوا معنا إلا يوافق لعلي خاطر يصير خدمتك حتى اللي يكتب لك شعر لمن يوظف قصتك حيدر يدقق الحرف يلا تروح المنبرك يلا تروح المنبر والمهدي يوقف باللطم ورانا يبكي لك الدماء يبكي لك الحمد لله الحمد لله الذي هدانا المن 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 لخدمة فاطمة لخدمة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة لخدمة فاطمة معروفة عد هاي البشر كل حي يموت بلا هوى واحنا نموت بلا لطم صارت مجالسنا الدواء صارت مجالسنا الدواء يلا صارت مجالسنا الدواء وينك صارت مجالس معروف عد هاي البشر كل حي يموت بلا هوى وحنا نمو لا لطم صارت مجالسنا الدواء كل خادم اقرب للملك وبرفقته يشوف الضوء يعني اللي يخدم حضرتك ويقنبر وفضه سوى ويقنبر وفضه سوى يلا ويقنبر وفضه سوى عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بمناسبة شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها وهذا التشيع الرمزي مع النساء الوافدات لتأدية هذه المراسم ونلتقي مع إحدى الزائرات السلام عليكم وعليكم السلام عظم الله أجوركم أجركم أعظم إن شاء الله وأحسن الله عزائكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين والواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني
والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي لولاه لم يجتمع شمل الدين. بداية نعزي صاحب العصر والزمان الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي باستشهاد مولاتنا وسيدتنا وقدوتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. ونحن كالمعتاد وفي كما في كل عام هنا في مدينة سوق الشيوخ وبدعوة من موكب شهيد الجمعة تخرج النساء من كل حدب وصوب من مدينة سوق الشيوخ وكذلك من الأقضية والنواحي المحيطة بها. عند رؤية هذه المشاهد المفجعة والرهيبة أكيد الكثير راح تطرح الكثير من التساؤلات سواء في القنوات الفضائية أو في وسائل التواصل الاجتماعي حول الهدف والغاية من هذا التجمع النسوي، فيمكن أن الحديث نعم هذا الاستنكار نعم نحن نلخص الحديث يطول في هذا الشأن ولكن نلخص ونركز على ثلاث أهداف. نعم الهدف الأول أولا نريد أن نعلم العالم من هي فاطمة وما أدراك ما فاطمة. فاطمة هذه المرأة التي لا نظير لها على مر التاريخ وخير دليل على ذلك الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جنابك هنا في الموكب مبلغة مرشدة دينية؟ لا أنا من ضمن المشيعين ومن ضمن موكب شهيد الجمعة. دعوة لكل نساء العالم لننهل من المدرسة الفاطمية، هذه المدرسة الكاملة المتكاملة لنتعلم من الزهراء، مدرسة كاملة متكاملة تحوي الكثير من القواعد أو كل القواعد والأسس لبناء المجتمع السليم وبناء المرأة بالذات، وذلك من خلال هو بناء المجتمع السليم من خلال أدوار المرأة وواجباتها. نعم أختي العزيزة ولحضورك ويانا وأسأل الله أن يوفق باسمكم الكريم زينب. نسأل الله تعالى أن يعظم أجرنا لتشفع لنا الزهراء في يوم الحشر. شكرا لكم. نعم كانت رسالة مهمة للعالم أجمع في هذا التشيع المهيب للسيدة الزهراء سلام الله عليها، حيث تحدثت أحد الأخوات عن هذا التشيع وقالت هذه رسالة للعالم لكي نبين مظلومية الزهراء سلام الله عليها، هذه المرأة ذات الحشمة والعفة هي ريحانة رسول الله، وكيف كانت تتعامل في بيتها وكيف كانت تتعامل مع زوجها ومع أولادها لتتعلم المرأة ولتأخذ من صفات هذه السيدة العظيمة لبناء مجتمع كامل. ابقوا معي مشاهدينا الكرام في هذه التغطية من ثم حي على طار الخيام، حي على كل شبل طم حتى على رفرفة العلم، اي حي على صوت العزا، حي على طاري الخيم، حي على صوت العزا وحي على طاري الخيم، حي على كل شبل طم حتى على رفرفة العلم. لخدمة فاطمة لخدمة سمعني الحمد لله الذي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليه حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط، الأملاك فيك تقبل الأعتابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم ك
كانت وراءك توبخ الأصحاب، أو ما دار المسمار حين أصابها من قلبها قلب النبي أصابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفاسك وشكرا لك. مشاهدي الكرام، هذه اللحظات المبكية، هذه اللحظات المفجعة، ألا وهي مسيرة التشييع للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، والنساء يذهبن لهذا التشييع. دعونا وإياكم نشاهد ونتابع. يخدم حضرتك إلا يوافق لعلي خاطر يصير بخدمتك، إلا يوافق لعلي خاطر يصير بخدمتك. آه حتى اللي يكتب لك شعر لمن يوضح قصتك، حيدر يدقق الحرف يلا تروح المنبرك، حيدر يدقق الحرف يلا تروح. والمهدي يوقف باللطم ورانا يبكي لك الدماء، يبكي لك. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لخادم لب. جاوبني اعيد بخدمتك. الحمد لله الذي هدانا ندريها مو سهلة ترى هذا اللي يخدم حضرتك، إلا يوافق لعلي خاطر يصير خدمتك. حتى اللي يكتب لك شعر لمن يوظف قصتك، حيدر يدقق الحرف يلا تروح المنبر. هذه عودة مرة أخرى لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، وهذه المشاهد العاشورائية التي نشعر كأننا في يوم الأربعين، كأننا في هذه الزيارة المليونية التي نتوجه صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدسة، ألا وهي قبلة الزهراء سلام الله عليها، وهذا النعش الطاهر وهذا التشييع المهيب لها، وهذه الوقفة الاستنكارية التي نطالب بها اليوم بحادثة الزهراء سلام الله عليها، لنوصل للعالم أجمع من هي الزهراء. الزهراء سيدة نساء العالمين، هذه الصديقة النقية الطاهرة الزكية، هذه أم الحسن، هذه السيدة العظيمة، نتعلم ونستلهم منها العبر ونتعظ بها ونسير على دربها ونقتدي بها ونتصف بصفاتها. فهنيئا لكل النساء الوافدات إلى هذا التشييع الرمزي، ونلتقي مع الأخت المعازية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عظم الله أجوركم. أجورنا وأجوركم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بهذه الذكرى الأليمة، لا وهي ذكرى وفاء استشهاد السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، كما ونعزي جميع إخواننا وأخواتنا الذين خرجوا اليوم لإحياء هذه المناسبة، وكذلك موكب شهيد الجمعة الحسيني كما هو معروف يخرج كل سنة، ويعني قضاءنا هو مسمى بكربلاء المصغرة، فنحن أيضا خرجنا معهم معهد الزهراء النسوي للخطابة والتبليغ أيضا لمشاركة معهم إن شاء الله بهذا المناسبة. هل لديكم يعني دروس توعوية إرشادية للوافدات الزائرات من خلال النصائح والإرشاد للحجاب، للصلاة، كيفية إدارة المنزل، كيفية إدارة الأسرة، لأن الزهراء خير مثال للمرأة؟ نعم نعم أكيد، هذا من واجب طالب العلم. فنحن عندما ننتمي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إضافة إلى أننا نأخذ دروسهم وكذلك نأخذ العبر منهم ونعلم غيرنا، لأن نعرف كما نعرف نحن أن زكاة العلم نشرة، فنحن بد علينا أن ننشر العلم لأخواتنا، وهذا يعني واجبنا يعني. نعم جزاكم ربي يحفظكم، الله يوفقكم، أجرنا وأجرك، الله يحفظكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، في موكب شهيد الجمعة الحسيني الناصرية سوق الشيوخ، وهذا التشييع وهذه الذكرى نجد في الموكب المبلغة والمرشدة والخادمة الملة في هذا الموكب لتقديم النصائح والإرشاد بخصوص الحجاب، الصلاة، بعض الأمور الدينية، الأسئلة الشرعية، نجد أن المبلغة والمرشدة في هذا الموكب الحسيني
تقوم بالنصح والإرشاد إلى المؤمنة الوافدة لنصرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لنا عودة إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. وخلينا نوصل مرحلة ويا اللطم نكسر ضليع، ويا اللطم نكسر ضلع، يلا ويا اللطم نكسر ضلع، وينك ويا اللطم انطينا إشارة بمجلسك صوت القصايد ينسمع، خاطر نرد المستهل حد ما نفسنا ينقطع، ايه حد ما نفسنا ينقطع، والله حد ما نفس، ايه وابقينا يا الزهرة بعد العبر أحاسس الدميع. خلينا نوصل مرحلة ويا اللطم نكسر ضليع، طينا إشارة بمجلسك صوت القصايد ينسمع، خاطر نرد المستهل حد ما نفسنا ينقطع، والله حد ما نفسنا ينقطع، فدوة حد ما نفسنا. اي واللي يدور على اللطم لقانا جنود محزمة، جنود محزمة، يلا جنود محزمة، جنود ألطم ألطم، جنود محزمة، جنود محزمة، ألطم فدوة، جنود إي وابقينا يا الزهرة بعد نعبر أحاسيس الدميع. خلينا نوصل مرحلة ويا اللطم نكسر ضليع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأنصار الحسين وعلى أم الحسين السيدة الزهراء سلام الله عليها، ريحانة رسول الله أم أبيها. نعود وإياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة مع إحدى الأخوات المعازيات في هذا الموكب وحضورها اليوم خلال التشيع الرمزي لنعش السيدة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء. نلتقي معها. السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر. أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبتي. عظم الله أجرك. أجوركم أعظم حبيبتي. عظم الله أجرك. أجوركم أعظم إن شاء الله. إحنا اليوم إن شاء الله جئنا إلى هذا المكان على جارية العادة، في كل عام نقوم بهذا العمل مع. ما هو الهدف حجية من هذا العمل؟ نصرة الإسلام إن شاء الله، ودخول السرور على قلبي الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، وعلى قلبي أمنا الزهراء سلام الله عليها. ماذا تعني لك الزهراء؟ تعني لك لنا، وهي مولاتي سيدتي القدوة، هي إيجاد يعني علة الإيجاد، أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نقتدي بها. هذه فاطمة الزهراء التي باها بها الله الملائكة، قال وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسر إلا لمحبة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها الخمسة. يعني قال رب، قالوا يا ملائك، قالوا الملائكة لله، منهم قال فاطمة وأبيها وبعلها. كيف نحن بهذا العمل وجئنا في هذا اليوم؟ جزاهم الله خير الجزاء، موكب شهيد الجمعة، في كل عام نقوم بهذا العمل. مشكور يا رب العرش تشرفتني بهالأمر، خليت نخدم فاطمة وخادم أخلص العمر، خليت نخدم فاطمة وخادم أخلص، أهكن خادم العايش ملك زمانه وجفوفة لاطمة وجفوفة. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة لخدمة. سمعني في دول صوتك. ندريها مو سهلة ترى هذا اللي يخدم حضرتك، إلا يوافق لعلي خاطر يصير خدمتك،
إلا يوافق له علي خاطر يصير بخدمتك. أها حتى اللي يكتب لك شعر لمن يوضح قصتك حيدر يدقق الحرف يلا تروح المنبرك حيدر يدقق الحرف يلا تروح والمهدي يوقف باللطم ورانا هذه عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مشاهدي مجموعة قنوات كربلاء الفضائية في هذا التشيع المهيب للسيدة الزهراء سلام الله عليها وفي هذه الذكرى الأليمة والمؤلمة على قلب مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى قلوب جميع المحبين والموالين. لنلتقي الآن مع المواليات الفاطميات في هذا التشيع. سلام عليكم حجي. سلام. عظم الله أجرش. أجرش. شلون صحتك؟ شلون قلبي الله يطول عمرهم هالتشيع. شنو سبب مجيئك اليوم لهذا التشيع؟ تشيع محبة للزهرة. سلام الله عليك. على الزهرة. شنو تعلمتي من الزهرة؟ علمنا أشياء هواية من الزهرة. سلام الله. الله عليك. علمتنا هواية الزهرة. اللي احنا نطلب من عندها الشفاعة وترحمنا وتميلها لمرفها عنا والشافي كل هذول شبابنا ان شاء الله تحفظهم كلهم جميعا جميعا. الله ما تعبت حجي. لا ما تعبت ما تعب للزهرة ولا بخدمة الحسين اتعب ولا ماشي الحسين اتعب. الله يوفقك ان شاء الله حجي الله يوفقك ان شاء الله لخدمة الحسين. مشاهدينا الكرام ويستمر هذا التشييع وتستمر هذه الهتافات إلى مدى العصور والأزمنة عزاؤنا قائم حتى ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه. شلونك حجية؟ هلا مية سنة الله يسلمك. ما تعبانة حجية؟ لا إن شاء الله ما تعبانة. شو وقت هجيتي؟ والله هي من الظهر الهسه. الهسه شفتي التشييع؟ اي والله شفتي. اي والله شفت التشييع خير من الله. شنو تعني لك الزهرة؟ تخيل الزهرة وتخيل عليها شفاعتها بالدنيا والاخره بيها ان شاء الله شفيعة. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك حجية. رحم الله والديك مشكورة. ان شاء الله تكتب لك هذه الاعمال وتسجل عند الزهرة. الله يوفقكم. الله يسلمك حجية. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية عبر قناة كربلاء الفضائية في الناصرية سوق الشيوخ موكب شهيد الجمعة الحسيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي المحبة كل قلب أمانة هدية السماء هدية. الحمد لله الذي هدانا. الله الله لخدمة فاطمة لخدمة. الحمد لله. أعيد خاطر أتشرف بخدمة علي عباس الربيعاوي معروف عد هاي البشر كل حي يموت بلا هوى ايه واحنا نموت بلا لطم صارت مجالسنا الدوى. كل خادم اقرب للملك وبرفقته يشوف الضوء يعني اللي يخدم حضرتك ويقنبر وفضه سوى يلا ويقنبر وفضه سوى والله ويقنبر وفضه سوى. اها هاي المحبة كل قلب امانة هدية السماء هدية. الحمد لله الذي هدانا. خلينا نوصل مرحلة ويا اللطم نكسر ضلع ويا اللطم نكسر ضلع يلا ويا اللطم نكسر ضلع وينك ويا اللطم انطينا إشارة بمجلسك صوت القصايد ينسمع خاطر نرد المستهل حد ما نفسنا ينقطع إيه حد ما نفسنا ينقطع
والله حد ما نفس وفقينا.